بالتزامن مع التحركات التركية التوسعية بالبحر الأبيض المتوسط والتدخل المباشر في الشؤون الليبية، قامت القوات البحرية المصرية بالاشتراك مع القوات البحرية الفرنسية بتنفيذ تدريبات بحرية عابرة بنطاق الأسطول الشمالي بالمتوسط، وذلك بإشراك الفرقاطة الشبحية المصرية والفرقاطة الشبحية الفرنسية. التدريب المشترك تضمن العديد من الأنشطة التدريبية ذات الطابع الاحترافي لتنظيم التعاون في تنفيذ المهام القتالية بالبحر المتوسط بين البلدين ضد التشكيلات البحرية المعادية، مع الاستخدام الفعلي للأسلحة في الاشتباكات مع الأهداف السطحية والجوية، إضافة إلى تنفيذ المعارك التصادمية مع استخدام طائرة الهل المحمولة بحرياً. وأظهر التدريب مدى الاحترافية لأطقم السفن في تنفيذ المهام القتالية بدقة وكفاءة عالية، مع التركيز على نطاق التنسيق المشترك بين جميع العناصر المشتركة. تأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال، بما يساهم في صقل المهارات وتبادل الخبرات القتالية ودعم جهود الأمن البحري والقومي بدول ساحل المتوسط المطل على مصر وليبيا، والحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم في بحر المتوسط، ومواجهة أي أطماع أو قوة تحاول تقويض الأمن في المنطقة عبر أطماعها أو التنقيب خارج حدودها البحرية. عطية العبيدي، ليبيا الحدث.